مرحبا بكم عندي هنا اليوم كنحتفي ب بالشهاده البكالوريا الحمد لله بعد معاناه وتعب كبير الحمد لله حققنا جبنا الشهاده البكالوريا بالنقطه 14.25 كما قلت استاذي بعد معاناه طويله منذ اعلان بحجر الصحي اللي كان عارفه بلادنا وجميع دول العالم منين جينا من المدرسة صافي انتهت الدراسة حضوريا لقينا رأسنا احنا كم كفوفين كمعاقين لقينا رأسنا امام واحد ال... واحد الظروف اللي احنا م... ما كناش معولين عليها حيت التلميذ الكفيف كيلقى راحته اه في الدراسه الحضوريه حيت علاش الحمد لله ما غاديش ننكر كاين بعض الاساتذه اللي وقفوا معنا عطاونا اليد اه اه وقفوا معنا في الشاده والفاده الصغيره والكبيره زعما كنحييهم بزاف من هذا المنبر ولكن كاين البعض هداهم الله اه وخصوصا استاذ مكفوف ولو كان لو كان كيشوف ما غاديش يبقى في الحال، ولكن أستاذ ما كيشوفش، أستاذ ما كيشوفش، ما ما حسش بيك، ما عطاكش اليد، وشنو غادي تنتظر؟ إلا ما لقيتيش الخير، يعني لو كان شي واحد آخر من غير كفيف ما غاديش يبقى في الحال. كيتصل به حنا الأستاذ كيقول لهذا الأستاذ ما غاديش نذكر سميتو. حيت كنتصلوا به شنو كيقول كي كيقول كيقول في قناه الربيعة دخلنا عليكم بالله بوجه الله كاملين اللي كيشاهدوا كي قناه شوف تي في وكاملين اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو مسؤولين صغار كبار دخلنا عليكم بالله الواحد ما كيشوفش كي يقرا في قناه الربيعة فين لقيتو هذه القناة الرابعة كيكتب لك في السبورة كيقول لك يلاه تابع عزيزي التلميذ تابع عزيزي التلميذ اش غادي انا ما عنديش عينين في هذا الحجر الصحي لقاو صعوبات كبيرة بزاف فوق ما تصور كاين مبصرين كيشوفوا كنشوفهم خارجين في خرجات اعلاميه كيغوتوا ولكن كإحنا معاقين لقينا صعوبات كبيره بزاف ما تصورش هاد الصعوبات اللي لقيناهم حنايا يعني الجهد مجهود فردي مجهود فردي ولكن ما نكرش ان كاين البعض اللي ساعدونا ولكن اغلبيه كان مجهود فردي الا واحد من المعاقين الدالبك هذا العام واخا ب أراه بطل باش تاخذ الباك في هذا العام في وسط كورونا وهذه الاوضاع اللي كتعيشها بلادنا والعالم باسره وبهذا التوتر بالخلعه بالخوف أه وكم عارفين أه راه المشاعر والاحاسيس راه هي هي الاولى كتاثر على الانسان كتلقى ان راه هذا قتل هذا مات هذا مات كثروا الاحالات الواحد ما كيفاش يترك ما يقدرش يركز يراجع يتابع انا صافي انا كنت كنقول لعائلتي واقيلا غادي نحط يدي لتحت صافي نتهنى صافي ما, ما ندوش في هذا العام دير سنه بيضاء ولكن بالمثابره وبالجد وبالاجتهاد وحاربت قاومت تقاتلت وخلقت بعض الاساتذه ما عطاوناش يدهم انا درت درت ضدهم الحمد لله المواد اللي ما يعني ما قراوناش هذوك الاستاذ ما حاولت في امتحان نجيب اعلى نقطه فيه والحمد لله الله ما خيبنيش الله ما خيبنيش انا جبت فلسفه 17.75 يعني الله ما خيبنيش كان عندي تحدي كنقول هذا الاستاذ تخلى عليا وانا اللي غادي نوريه شنو شكون انا تحدي وكنقول للناس كاملين عمركم ما ديروا سبا بالوباء او بالمرض او بالتوتر اه او احنا ما قادرينش او ما قدير كلمه المستحيل عفاكم ما خصوش تكون عندكم في القاموس ديالكم كلمه المستحيل ما كايناش في الدنيا مادم الله خلقنا لهاد الدنيا وعطانا روح عقل ما خصكش تقول مستحيل ما خصوش تقول مستحيل الواحد خصو يكمل في الطريق يجتهد راسو ما يستناش الواحد يعطيك عمركم ما تستناو واحد يعطيكم انا قدامكم يعود من قول انا انا قدامكم فلسفه جبت فيها 17.75 واش عطاني شي واحد يد فيها واش عطاني شي واحد دعم فيها وخدمت وكان يعني كان يعني كان يعني كتحدى اي واحد يقول لي ان شي كاين استاذ خدم معايا الدوله او مشروعات السياسه في ماده الفلسفه ما لا حضوريا ما لا عن بعد كان لنا شي اوديوات بحال تسجيلات في الستينات ما فيه ما يتسمع ومع ذلك في جوجل كسول الناس كسول هذا هذا بقيت اي حاجه كنسول عليها قريت راسي الا جبت 17 فاصله إلى 75 اليوم كنقول لكم الناس المغاربه كاملين انا جبتها راسي حتى واحد ما عطاني وحتى واحد ما وراني فيها فهاد بالضبط في هذا المفهوم وفي هاد المجزوءه انا قريتها راسي وكنقول لجميع الناس ان ماده الفلسفه قريتها بوحدي وجدت فيها 17.75 علاش كنقول للناس هادشي علاش كنقولوا كنقول لهم باش يعرفوا انهم ما كيناش كلمات المستحيل ما تستناوش الناس يعطيكم الواحد الا ما ما غاديش يتعطلوا كان نقول شويه صعوبات الحراره راكم عارفين دوزنا تنقلت من مدينه الناظور لوجده وكانت الحراره وكانت ظروف الاحتراز ديال الوقايه من الفيروس في الطاكسيات وكان واحد الخوف واحد التخوف من هاد انا اول مره كنخرج بعد الفيروس كنا ما كانش كنطيق ان ما كانش طاق راسي انني كنقول لا راه كاينه لا اي حاجه كنقيسها اي حاجه كنقول كنعقم كندير اي حاجه كنقول خوف حيت اول مره غادي نخرج بعد بعد الحجر الصحي اول مره غادي نخرج مشيت مشي للمدرسه الحمد لله تلقينا مدرسة ديالنا كنحيي المدير ديالها الاطور ديالها تلقينا دار الوقايه كل تلميذ في داخلي وحده آه كان كل آه في الماكل كل واحد في طابله وحده آه كان الماء كيعطيونا الماء آه المشروبات كل واحد بوحده باش في الكيسان كيعطيو في القراعي كل بوحده يعني كانت سبل الوقايه زعما خدموا آه على و يعني وكانت اجواء آه متميزة آه ميزات هذا العام هذا الموسم مدرسة لقينا مدرسة تعقمات وبزاف المسائل اللي داروا كنشكرهم كاملين المسؤولين ديال المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بدينت وجده كنحييهم كاملين بأساتذة الدياولي كاملين كنحييهم أستاذ إكرام أستاذ جمال مصباح السي مصطفى الكحال السي كنحييهم كاملين تحية خالصة من القلب كنحييهم وقفوا معنا واحد الوقفة اللي حتى آه لقيناهم منهم خير ووقفوا معنا دارو دل... دل... لينا بحال ولادهم كنحييهم بزاف 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 من هذا المنبر قبل ما نهضر هدل على النجاح نهضر على قبل شويه النجاح انايا خدمت مزيان وعارفه السيد غادي النجاح ولكن لقيت بعض بعض التسريبات خرجوا ان كيقولوا ان بعض التصحيحات ولقيت ان كيقولوا هذا م... الشيء اللي درت ماشي هو هذاك الحمد لله منين خرجوا النتيجه تاكد وقبل النتيجه كان التوتر الخلعه نعس ما كاينش الماكل المشرب ما بغيت حتى حاجه سد علي البنت كنطلع كنهبط والاخ ديالي عبد الصمد اللي كنحييه أه هز معايا هم كبير الواليد الوالدة وخصوصا خويا عبد الصمد اللي كامله كنطلع عنده كنهبط كنطلع كنهبط بحال كان اي كان كان وكان شي اخبار كان شي اخبار هو اللي كان كيدخل ليا الموقع باش يشوف النتيجه ليله كامله ما نعستش والو فقط في الصباح فاقوا الدار مالك ده انا كنقول لا ما يمكنش وحتى الطول كبير كبير بزاف 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 ماشي خايف نسقط ما كنتش خايف نسقط كنت كنت ما بغيتش شي نقطه تكون صغيره زيت كان كنمشي كان بشي هبط بقيت الدموع خرجوا مني من خلال التوتر هذيك التوتر مع اثنين جا حتى جا عندي خويا عبد الصمد ودق لي الباب ومنين قال لي النقطه <applause> واحد الشعور اللي ما بنقدرش نوصفه لكم شعور 14.25 من قالها لي خويا واحد الشعور هزيت الوالده يعني واحد ما ما نقدرش نوصفكم هذا الشعور الغوت نضحك نبكي اي حاجه نديرها يعني ملي شفت النقطه النقطه ديالي الحمد لله الوطني كقولوا يعني خصوصا هذا العام كانت الظروف اللي صعيبه بزاف بزاف ولكن كنقول مع راسي الحمد لله جبت 14.25 نقطه نسبه لي مشرفه نسبة لي انا مشرفة حيت المجهود ديالي بزاف اللي درنا مجهود ديالي والحمد لله الفرحة كانت لا توصف لا توصف لا توصف والحمد لله انا يا كنت خايف حيت انا كنت, كنت مشغول العام ها كورونا يعني كان عندي قناتكم عارفين القناه ديالي في يوتيوب كنت مشغول معاها وكنت مع الدراسه والحمد لله ملي شفت 14 قلت الحمد لله وفقني وفقت وفقت ما بين الدراسه والقناه وحتى الظروف اللي عشت فيها ديال الوباء ما بعد البكالوريا آه ما بعد البكالوريا كان, خم... كان فكر انني آه ندير حب حياتي حلم ديالي من صغير ديال الصحافه ولكن الظروف آه ما غاديش تساعد ما تساعدني على الصحافه آه كان خمام... كنفكر القانون ان شاء الله القانون آه في جامعة آه في اقليم الناظور وكنت ان شاء الله ان يوفقني الله سبحانه وتعالى من هنا ثلاث سنين غادي نكون واخد اجازه ديالي وان شاء الله يا رب كنطلبكم كاملين تدعوا معايا بالتوفيق والسداد وهذه هي الباك ما هو الا مفتاح باش نخرج للميدان ونخرج لتجربه اخرى بعد المدرسه كنحيي كاملين سواء استاذ اسماعيل رشدي سواء اخ ديالي وصديق اسماعيل عزو اسامه الادريسي الاخ ديالي عبد الصمد الاخوان ديالي كاملين في الدار في المنزل الاب الام كاملين كنحيي اي واحد كان عنده فضل عليا باش نكمل في الدراسه مسيره كانت كبيره بزاف كانت طويله ولكن وقفوا معايا ناس داروا اعطوني يدهم اه خرجوني لبر الامان اعطوني بزاف الدعم بزاف المسائل اللي ما نقدرش نوصفها لكم الحمد لله كنقول لهم كنشكر اي واحد كنشكركم باعماق القلب ديالي وبارك الله فيكم دام كتشوفوا اليوم مع عبد الحميد جاب 14 في الباك وأخذ الباك ديالو الا بواحد المجهود وبواحد الناس مجموعه من الناس اللي وقفوا معايا وكنشكركم وكنشكر قناه شوف تي في نصيحه للناس اللي ما دوش البكالوريا اولا كنقول لكم الحظ او موفق ان شاء الله عام الجاي ما تيأسوش الحاجه ابقوا تجيو موراها، جريو ما جات هاد العام تجي العام الجاي، ما جات هاد العام تجي الجاي, الجاي، ولكن بالمجهود وبالمثابره وبالجد وبالكدح غادي توصلوا توصلوا، عمركم ما تعولوا على الناس، عمركم ما تعولوا على اشخاص اخرين، عولوا على راسكم، الى ما لقيتوش معلومه حتى ما, ما عطاكمش حد معلومه، قلبوا عليها. قلبوا عليها على المعلومه كتسوى تسوى الكنس هذا الوقت ما تسناش واحد يعطيك انا عمرني شي واحد غادي يعطيك الا ما قلبتي ما سولتي ما بحثتي عمرك حتى شي واحد ما غادي يساعدك ولا يعطيك اليد كنقول الناس اللي خداو الباكات العام برافو لكم راكم جبتوها من فم سبع واخا لقينا صعوبات حد موفق وشكرا لكم كاملين وبارك الله فيكم ولاختكم و عبد الحميد العمراني خوكم شكرا لكم بزاف بزاف وتابعوني